اولا الحاله الموجوده على مستشفى المؤسسه العموميه الاستشفائيه بالبليده ابراهيم تيريشين هي الحالات حقيقه تاع اش ان ان سي لا غريبورسين هذا غريبورسين دوبي 2009 دو سي دوفيني سي كوم لا غريب سيزونير راها كيما حال الانفلونزا الموسم العاديه وبالتالي داخله في الكالوندري فاكسينال وما تمكن حتى خطر وما عندهاش علاقه بالكورونا كاع